نبارك لكم ولأسركم حلول شهر رمضان المبارك. نمر هذا العام بظروف مختلفة، إلا أن شهر رمضان المبارك تبقى له خصوصيته التي تجعله ينفرد عن باقي أشهر السنة. هذه المرة في مجلس الشيخ محمد بن زايد سوف نحاول تجربة شيء جديد ومبتكر، شكل آخر من التواصل يحافظ على ما اعتدنا عليه في السنوات الماضية. نلتقي بمحبة وغايتنا العلم والمعرفة والثقافة، وأن نتعلم أكثر من بعضنا البعض. نترقب انضمامكم إلينا كل أسبوع لنجتمع كعائلة واحدة ونستمع إلى أبرز المحاضرين وهم يتحدثون عن أهم المواضيع والقضايا التي تهمنا ونعيشها اليوم، وستتاح لكم فرصة الاستماع إلى تفاعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع محاور المحاضرة، حفاظاً من سموه على التقاليد الخاصة بهذه المحاضرات الرمضانية. يسرنا أن نرحب بكم مجدداً في مجلس محمد بن زايد. تجربة الكوفيد 19 تجربة جديدة على العالم أجمع، وأيضاً على الإمارات، ومن لم يكن مستعداً لربما اضطر أن يعيش أوقات صعبة. ولله الحمد بوجود قيادة متميزة في الإمارات استطعنا أن نتقبل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بدءا من وصول أول حالة ثم التطور في كشف والبحث والتقصي والمتابعة. اشتغلت كل الفرق في الجهات الصحية في دولة الإمارات لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حماية كل من على هذه الأرض من هذا الفيروس. الاستعداد كان لربما كان السلاح الأهم، والجاهزية وسرعة اتخاذ القرار أيضا كانت في صالح الإمارات في هذه المراحل التي عديناها، وإن شاء الله لن يكون هناك تحدي لن تستطيع أن تجابه الإمارات. لربما كشخص من أهم مكاسبي في هذه المرحلة تعرفت على أشخاص في قطاعات مختلفة، روح المحبة اللي موجودة، روح البذل اللي موجودة، روح التعاون اللي موجودة لربما ما كنا نحس فيها، ولكن في وجود عدو واحد استطعنا كلنا أن نتكاتف حتى نصد هذا العدو. وروح الفريق اللي موجودة كانت أكثر من رائعة، وكانت شيء فعلا بالنسبة لي أنا كانت إضافة مختلفة. الشيء الثاني أيضا لربما عندما ترى أن كل ما عملت عليه في السابق لسنوات، لربما كان الكثير يظن أن هذه أوراق وجاهزية واستحضار طوارئ وغرفة الطوارئ المتابعة، هذه الدروس اللي كانت تمر على السنين الماضية وتجهيزها، كثير من الناس كان يقول يعني أنها ما لها حاجة. جاء الوقت الذي فعلا هذه الجهات كلها في فترة ما، ولله الحمد بفضل توجيه قيادتنا المسبق، استطعنا فعلا أن نكون جاهزين في وقت التحدي. وشفنا كثير من الدول اللي واجهت كثير من هذه التحديات لأنها كانت تفترض أن هذه عبارة عن خطط عمل على ورق. خطط العمل الذي كانت على ورق أصبحت الآن هي ما ننفذه في الواقع، ولله الحمد بفضل هذه الأمور، بفضل وجود شخصيات متميزة من مواطنين ومقيمين، بفضل محبة هؤلاء الناس تغلبنا على كل هذه الصعاب، وسنتغلب بفضله تعالى إن شاء الله على الصعاب المقبلة في المراحل الثانية، ولن يكون هناك تحدي لا تستطيع دولة الإمارات وقيادة الإمارات وشعب الإمارات ومواطني ومقيمي الإمارات أن يتجاوزوا كل هذه الصعاب، لنرجع بحمده تعالى إن شاء الله مثل ما كنا وأفضل. تعلمنا دروس جديدة، تعلمنا أشياء كثيرة، واستفدنا من تجربة قد لا تتكرر، وهذا هو المهم وهذا هو الأهم، أن نتعلم من هذه التجربة دروس مختلفة. قد يكون من الصعوبة بمكان أن أشكر أخواني العاملين في القطاع الصحي، كل الجهات الصحية قدمت تضحيات وأداء مشرف لجميع من على هذه الأرض، ليس فقط القطاع الصحي، كل القطاعات تضافرت جهودها للوصول إلى هذا الأداء المشرف وهذا النجاح في مواجهة هذا التحدي. شكري لن يفيهم حقه، وأستغل هذا المنبر للوصول إلى شكركم يا صاحب السمو، على شكركم لهم، على دعمكم لهم، على مساندتكم وتواصلكم الدائم مع هذه الفئات التي
تمثلنا في الخط الأمامي. تواجدكم الدائم لهم يا طويل العمر وصلهم إلى مراحل متقدمة في مواجهة هذا التحدي الكبير، ولولا تواجدكم معهم طويل العمر ما استطاعوا فعلا أن يقفوا في وجه هذا التحدي بهذه الوقفة. أشكركم طال عمرك على إتاحة الفرصة أيضا لي ولإخواني للتواجد في مجلسكم العامر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا المجلس في أداء هذا الدور الرائع وفي إلهام جميع من على هذه الأرض. During today's lecture, I will tell you a story about an important but usually unseen member of the UAE healthcare workforce. These individuals are the silent cogs working in the background that help the engine of the health system to keep running during a pandemic. These individuals do not work in hospitals treating patients, nor are they qualified to prescribe medications or perform surgery. Yet these individuals work tirelessly alongside other members of the health workforce in front of a computer into the early hours of the morning, collecting, analysing and interpreting data. And it is this data that the UAE leadership and government have used to make immediate decisions to rapidly implement public health measures to minimise the spread of the virus and protect the UAE society. Now, prior to the global COVID-19 pandemic, you may not have heard of an epidemiologist before. I will tell you what they do and why they are important during a pandemic. An epidemiologist is a scientist working in public health medicine who studies the causes, distribution and control of diseases. And in this case, COVID-19, which is caused by the SARS-CoV-2 virus. The role of the epidemiologist, or data guys as they sometimes prefer to be called, is to help track daily changes in the number and distribution of infections to allow the UAE government to make timely, data-driven decisions on public health measures to reduce the spread of infection. Hour after hour and day after day, the epidemiologist and UAE COVID-19 task force review, analyze, and try to make sense of the vast volume of data that they receive. This data allows the UAE government to adopt a scientific approach and make decisions based on real-time data. And these decisions included closing airspace to countries with a high burden of infection, transitioning to online learning for schools and universities, implementing work-from-home protocols across all sectors, nationwide disinfection campaigns, upscaling testing capabilities, and shielding of priority populations, including older adults and people of determination. The main artillery of an epidemiologist is to collect accurate and reliable data on the spread of the virus. And this requires a comprehensive and systematic testing strategy. The UAE government has invested significant resources into maximizing daily testing capacity and is ranked among the top countries in the world for testing, which the task force uses to identify as many positive cases as possible, especially the asymptomatic and mild cases who can spread the virus without knowing they are infected. The UAE government has left no stone unturned in its quest to find all positive cases and adopted the comprehensive test, trace and treat approach that has helped to minimize the spread of the virus in the UAE. This approach involves wide-scale and systematic testing of the UAE population, and once confirmed positive cases are identified, then rigorous and exhaustive tracing is conducted to find all individuals who came into contact with the confirmed positive cases. And these individuals are isolated as suspected positive cases until their test result is received. The test, trace, treat protocol cycle is continued in all suspected and confirmed cases to rapidly identify and isolate anyone infected with the virus. The UAE Ministry of Health and Prevention has also developed a phone and web-based app to facilitate the test, trace, treat initiative. The UAE government's decision to focus on mass testing very early during the outbreak provided the UAE COVID-19 task force
with the data required to model the outbreak and predict healthcare capacity that might be required for a surge in positive cases and hospital admissions. Epidemiological data on the number of daily cases was used very early during the outbreak in the UAE to ensure the frontline healthcare workforce had an adequate supply of personal protective equipment such as face masks, gloves, gowns, and also critical care equipment and various types of ventilators required should the UAE experience a surge in serious or critical cases. Finally, the world has changed beyond recognition over the past 4 months, and life will never be the same again. But life is full of challenges, and through adversity, we experience growth and new opportunities. So whilst the COVID-19 pandemic is currently a challenging period during our lives, it is also an opportune time to reflect on our lives, our current health and lifestyle behaviours, and most importantly, our relationships with family members and friends. افتراضية هذا المجلس اليوم حتمت الظروف اللي يمر فيها العالم، ولا يخفى على أحد ما يعيش العالم اليوم من تحدي وأزمة قد لا نذكر لها مثيل في التاريخ الحديث، سواء في نطاقها الجغرافي، اليوم ما في دولة ما تأثرت بهذا الوباء، أو في آثار وتداعيات الأزمة على العديد من المستويات. والأزمة هذه وإن كانت صحية في أصلها، إلا أن لها تداعيات تمس قطاعات كثيرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني أو السياسي. ولعل الأزمات بطبيعتها وحسب تعريفها اللغوي تتسم بكثرة الالتباس والتساؤل في الأمور، وهو ما تعيشه الدول اليوم مع أزمة فيروس كورونا المستجد. الأسئلة المطروحة اللي كل الدول تطرحها، ما هو الطريق الأنسب لمكافحة هذا الوباء؟ كيف ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر؟ ما هو العلاج الأنسب؟ كيف نعيد عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه؟ كل هذه أسئلة لابد من إيجاد أجوبة لها، والصعوبة تكمن في اختلاف الآراء والتباسها حول أفضل الحلول من جهة، وفي الحاجة الماسة للسرعة والاستباقية في اتخاذ القرار من جهة أخرى. في ظل هذه الظروف اللي تتطلب السرعة والاستباقية في اتخاذ القرار مع وجود التباس حول أفضل الحلول، تبرز أهمية أن يكون لنا منهجية واضحة في العمل. هاي المنهجية تعتمد على الدليل العلمي المحكم، وهذه المنهجية تتطور مع تطور وتغير هذا الدليل. هذه المنهجية والاستناد إلى الدليل العلمي توفر إطار تنظيمي للتفكير وإطار تنظيمي لاتخاذ القرار، لا سيما في ظل تسارع المتغيرات مع هذه الأزمة. والحمد لله رب العالمين، أدركت القيادة في دولة الإمارات منذ بداية الأزمة الدور المركزي للعلوم والدليل العلمي في اتخاذ القرار، وأهمية اتخاذ القرار المبني على الأسس العلمية، فدأبت إلى تفعيل اللجان الفنية والعلمية لدعم اتخاذ القرار بما يتوافق مع مستجدات البحث العلمي. أضرب مثال على ذلك لجنة الإمارات لأخلاقيات البحوث الطبية الخاصة بجائحة كوفيد-19، والفريق التقني لمكافحة الجائحات، وكذلك أذكر جهود مكتب العلوم المتقدمة ومجلس علماء الإمارات واللجان المختصة في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي. كما سخرت الجامعات الوطنية وبالتعاون مع المؤسسات الصحية في الدولة طاقاتها ومواردها البحثية لإطلاق عدة دراسات تزيد من فهمنا لطبيعة الفيروس ونمط انتقاله في المجتمع، وكذلك التنبؤ بهذا النمط. تشمل هذه الدراسات على سبيل المثال تسجيل التسلسل الجيني الكامل لعينات الفيروس من المصابين في الدولة، وكذلك تحديد التغيرات الجينية في هذه العينات ومقارنتها بالتغيرات الجينية في عينات فيروسية من دول أخرى. هذا النوع من الدراسات مهم ويساعد في تتبع كيفية انتشار المرض بين الدول، وكذلك تسجيل المتغيرات الجينية هذه في أكبر عدد ممكن من العينات ورصدها في قاعدة بيانات عالمية يوفر للمجتمع العلمي العالمي معلومات ثرية تزيد من فهمنا لطبيعة الفيروس ولمتغيراته الوراثية، وهذا له تداعيات كبيرة في تطوير علاجات أو لقاحات ضد الفيروس في المستقبل إن شاء الله. ووجدنا كذلك تضافر الجهود بين الجامعات والمؤسسات الصناعية في الدولة لتسخير الطاقات نحو صناعات محلية تساهم في مكافحة الوباء، كتصنيع أغطية الوجه الواقية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكذلك تطوير نماذج أولية لأجهزة التنفس الاصطناعي للتحضير لتصنيعها محلياً إن شاء الله. هذه الجهود ليست غريبة على دولة الإمارات، هذه الأرض الطيبة التي غرس فيها المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان
رحمة الله عليه مبدأ الإنسان قبل البنيان، وها هو رحمه الله بعد سنوات معدودة فقط من قيام الاتحاد يؤسس جامعة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، اللي هي أول جامعة وطنية، والتي هي اليوم مبعث فخر لكل إماراتي. فالذي نراه اليوم هو حصاد استثمار الدولة منذ نشأتها في بناء الإنسان. ولعل من الدروس المهمة التي تعلمناها في هذه الأزمة هو أهمية تطوير وتأهيل الكوادر العلمية والطبية في الدولة لتقف مع غيرها من كوادرنا الوطنية كصمام أمان ضد التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وأنا أقول هذا الكلام من واقع تجربة شخصية قضيت فيها 18 سنة في أمريكا لدراسة الطب، ثم التخصص في أمراض القلب وكهربائية القلب والدراسات العليا في الأبحاث السريرية. 18 سنة هذيلة كلهم كانوا بابتعاث ودعم من دولة الإمارات، ولم تكتفي الدولة بهذا الكرم والجود، بل أتاحت لي الفرصة بعد عودتي إلى الإمارات لأساهم في مسيرة التطوير والبناء. وأنا على علم ويقين أن كثيرين من أبناء وبنات هذا الوطن، أطباء وممرضين وعلماء، عاشوا وما زالوا يعيشون نفس التجربة، وهم أمثلة حية تجسد فكر الإمارات ومنهجية قيادة الإمارات في بناء الإنسان. لا شك بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذه الجهود البحثية التي نراها اليوم من الجامعات والمستشفيات والجهات المختصة ستعزز من إجراءاتنا في مكافحة الوباء، وستزيد إن شاء الله من جاهزيتنا لتحديات قد نواجهها في المستقبل، وستقوي بإذن الله سبحانه وتعالى من البنية التحتية للبحث العلمي في الدولة، وتعزز من ثقافتنا المجتمعية حول أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طول العمر. كيف حالك؟ الله يطول عمرك سعاده الوزير. الله يعزك طال عمرك، يوم نشوفك نحن بخير ويوم انت بخير نحن بخير، الله يعزك ويطول عمرك يحفظك. انا سعيد جدا اشوفكم اليوم، قبل ما نبدا اريد ابلغكم سلام وتحيات الشيخ خليفه بن زايد، الله يحفظه ويحفظكم. كل الشكر والتقدير على كل مجهود قموب سعادة الوزير، أنت ومن معك خط الأمامي لنا كلنا. شكر خاص للدكتور توم لوني والدكتور علوي الشيخ على أيضا المحاضرة القيمة اللي عبد الله استفاد منها، وأكيد كثير من اللي بيشوفونها بيستفيدون منها. تحياتي وشكري لكل القائمين على هذا الدور اللي اليوم أنتوا الخط الأمامي لأمن وصحة واستقرار، ليست صحة البشر ولكن اقتصاد البشر وأمن البشر ومستقبل البشر. حقيقة تحية خاصة على الرأس للجميع، لكل من يقوم بهذا الدور من الموظفين عندك سعادة الوزير. وأنا ودي يعني أعبر باسم شعب الإمارات حقيقة، لأن الدول تقارن بناء على الدول الأخرى. نحن نشوف الحمد لله وين بلدنا اليوم، والفضل يرجع لكم أنتوا اللي قدامي في الشاشة ولإخوانكم والموظفين في هذا الحق. وما في شك أن دولة الإمارات بذلت في هذا المجال واستثمرت الكثير في الماضي، ولكن لا دولة الإمارات ولا الدول الأخرى توقعت أن هذا التحدي يصادفنا عموما في تاريخنا نحن كبشر، يصدمنا بهذه
السرعة وبهذا الحجم. نحن نشوف كثير من الدول اللي نتعامل وياها نشوف وين وصلوا الحقيقة، اللي ما قدر يبني في الماضي ليس مؤسسة صحية فقط أو طبية، ولكن ما قدر يبني أيضا كوادر بشرية حصن نفسه بالطريقة الصحيحة. الصدمة قوية جدا. أنا ما أريد أطول في الحديث، لكن أريد ما أنسى مرة ثانية أشكركم على هذه المحاضرة القيمة. شكرا أنكم أنتم جبتونا وجوه أيضا معاكم في هذه الشاشة، اللي عندي فضول أيضا أنا أسألهم بعض الأسئلة. وأريد أبدأ بجاسة. جاسة، how are you? I'm absolutely fine, Your Highness. Thank you. It's a pleasure to have you here today. It's a great honor as well. Tell us a story, Jasa. Tell us something that it touch you. It make a difference in your life. That we want to hear it and learn something out of it. Thank you so much, Your Highness, for this once in a lifetime opportunity. In the infectious disease unit where I work at, I'm able to meet different kinds of patients in all walks of life. I remember 2 months ago, I was assigned to a patient in her late 20s. She was previously healthy when she came, but she had high-grade fever and cough. She was breathless, thus she needed to be on a ventilator. Series of tests were done in the hospital, and she was diagnosed as COVID-19. With no visitors allowed, I would constantly update her families back home on her general medical condition. With my fervent prayers and my personal protective equipment as my shield, I would bravely enter her isolation room and perform the tasks needed of me as a nurse. This personal protective equipment might be exhausting at times for me, especially when I wear it continuously for 8-hour shift. But I choose to bravely put on my shield and enter the war zone with an unseen enemy, because I believe that this is my calling as a nurse, to be of great service to most people more needy than I am. After 3 weeks of active treatment, she was finally sent home and was discharged from the hospital in a perfect general physical condition, and she was COVID-19 free. I believe this pandemic has totally changed our lives. My work may be physically, sometimes mentally, and emotionally draining, but stories of hope and successful recoveries from my patients prove that there is always a light at the end of a dark tunnel. I believe that we shall all get passed through this ordeal, and together we will heal as one. Thank you so much, Your Highness, for taking time and listening to my personal story. God bless you. God bless you. How is your family back home? My mother is worried back home, but I constantly reassure her that I am perfectly fine. Her daily prayers for me helps me a lot and gives me the driving force to face each day in my work field. God bless her. Give her my best regard and tell her that you are with your second family. Absolutely, Your Highness. Thank you so much. We have Arun here. Yes, Your Highness, I'm here. How are you, my friend? I'm good. The grace of God, doing good. Thank you, Your Highness. How is the family? Fine, they are doing good. Back home, they are a bit nervous, but with the constant calls with them, with the constant communication with them, we are keeping them relaxed. Again, my friend, we're lucky to have you. God bless you. God bless you. Thank you, Your Highness. Thank you. Arun, can you tell us a story of your experience, please? Thank you, Your Highness. It's a great honor
to be a part of this community, UAE, and it's a great honor to get an opportunity to share my experience in this occasion. UAE is my second home, which has uplifted my professional career, skills, and prosperity. This is indeed the right time to rise up with full dedication and enthusiasm to work for the sick and needy during this pandemic. I would like to share my experience while taking care of the patients. Patients usually come to us when they get admitted. They are really scared. They are really frustrated of what they see all around the world and what they see here all around the world. So what we focus on is, while we start them on the medical treatment, at the same time, we focus on giving them psychological support to prepare themselves to fight out this virus. After a few days of constant approach to them, we can see they are a bit relaxed. They are out of their nervousness. And then we can see the hope in their eyes. And later, once they become negative to be discharged home, cured, we see them expressing their feelings, expressing their happiness, their relief and gratitude. And I think this is the most rewarding occasion that we had, and that which makes us proud of what we do and what we are. I'm really proud to be a part of UAE healthcare system, and I believe with all our efforts and teamwork, we could overcome this hard time. Once again, I thank you, Your Highness, and all the rulers of the UAE for your love, care, protection, which makes us feel safe and secure. Thank you, Your Highness. God bless you. God bless you. There is no word can explain how thankful we are for you and your friend. Please give your family my best regard. And again, I want to pass and tell them that you are in your second home with your family. Thank you. I appreciate. We are lucky to be here in this country. Thank you. Dr. Sam, how are you, sir? I'm very good. Thank you very much. It's a great honor. How long you have been here? For 10 years. How is your Arabic? They're doing good. Family is doing good. My wife is a physician too, so we're both working at the front lines right now. God bless you. God bless you. Please give him my regard. Give your wife my best regard, please. Thank you very much, Your Highness. Tell us your experience, please, sir, and what you have been seeing and what sort of challenges you have. Your Highness, thank you very much for the invitation and the honor of giving me the opportunity to talk about the laboratory part of the pandemic. For me, one of the most positive effects of the pandemic, if we can say so, is the high amount of collaboration and teamwork that I've seen among different specialties on a national and international level. So by the mid of January, international scientists first published the sequence of the virus. And until then, no test was available. But with that information, we were able to establish a test, and that test then could reliably identify the virus. And that did help the clinicians to identify the patients and treat them appropriately. And when the commercial tests finally became available, we also helped the other laboratories to establish these tests. And so we could help the country to improve the testing capacity to the numbers that other countries are still dreaming of. Now, identifying this virus and quick contact tracing are the most important actions in this pandemic. And therefore, we also report to the health authorities with the regular reports to identify and isolate these patients. The waiting time for the test result is still a challenge for us, but now we are at a point where we are able to introduce rapid testing systems which can identify the pathogen within a matter of a few minutes. Your Highness,
Please let me finish with my impression that the threat of this pandemic also brought us something positive in terms of great teamwork and open discussions among the different specialties. I myself was born in Germany, but I think I can talk for all the experts when I say that the UAE is our home now, and we are grateful and proud to contribute to the country's achievements. Thank you, Your Highness. This is a big challenge. We will go through it. I am certain that we'll prevail, but we have to be patient. I brought my granddaughter today. I think it's very difficult for the children, as you said. But let's take it step at a time. We'll go through this. It will be difficult for everybody, but this is not focus in one country or one nation. This is a challenge for the world. And with the quality of people like you guys, for their loyalty and their motivation, their hard work, that's the only way we will prevail. God bless you. Thank you, sir. Thank you. سؤالي للدكتور عمر، كيف حالك يا دكتور عمر؟ بخير الحمد لله، ما دام انت بخير احنا بخير الحمد لله. على السلامة يا دكتور. الله يسلمك يا طويل العمر، الله يسلمك، الله يبارك فيك. طمني ان شاء الله بخير. الحمد لله والشكر، الحمد لله الحمد لله. الاهل وين دكتور؟ والله طويل العمر زوجتي معي في دبي والبنات في استراليا. الله يحفظهم. الحين بعد استراليا لوك داون فور اول ذا نيشن. نعم نعم طويل العمر. اي دكتور، خبرنا عن تجربتك الله يخليك لما انصبت. اريد يسمعون منك المشاهدين كلهم ونحن ايضا نسمع. نعم طال عمرك. انا بالبدايه بس حب أشكرك يا طويل العمر أنه أعطيتنا هالفرصة نقابلك ونتكلم معاك، هذا شرف وتكريم كبير لنا. قصة إصابتي بمرض الكورونا طويل العمر هي قصة فريدة، لأنه أنا عملي هو طبيب طوارئ ومهمتي هي أنه أحارب هالمرض، ولكن ولله الحمد أصبت بهذا المرض. ورح أتكلم عن تجربتي كمريض طويل العمر. حضرتكم طويل العمر خبرتونا وعلمتونا أنه ما نشيل هم، وأنا في مرضي حسيت بمعنى هذا الكلام يعني بكل معاني. يوم تبلغت بمرضي ما شلت هم وين راح أروح لأي مستشفى. خلال ساعات كانت الإسعاف تنقلني إلى المستشفى المناسب إلي، ولا شلت هم علاجي لأنه كانت الرعاية الصحية متميزة وعلى أعلى مستوى، ولا شلت هم تكاليف العلاج لأنه دولة الإمارات الحبيبة تكفلت في هذا الأمر، ولا شلت هم أهلي لأنه تواصل معاهم الطب الوقائي وحجز لهم مواعيد لإجراء الفحوصات الطبية المناسبة. وبفضل من الله سبحانه وتعالى من ثم الرعاية الطبية الحمد لله شفيت ورجعت أمارس عملي كطبيب طوارئ، وأحاول قدر جهدي أنه أساعد في علاج وشفاء المرضى. والله إن شاء الله يحفظ دولة الإمارات قائدا وشعبا، ويحفظك يا دكتور ويحفظ أهلك ويفرح بذريتك، إن شاء الله طولة العمر والعز والفرح يا رب. سلم لي عليهم دكتور، بالله عليك سلم لي على العيال في استراليا. الله يسلمك يا طويل العمر، الله يسلمك. دكتورة فاطمة كيف حالك؟ السلام عليكم، ايش حالك؟ حياك الله. احنا بخير دام انت بخير الحمد لله. الحمد لله احنا بخير دام انت بخير الحمد لله. ايش حال الاهل؟ ان شاء الله بخير، يدعو لكم بالصحه وطوله العمر يا رب. وهم ان شاء الله بالعز والصحه والسعاده يا رب. دكتورة، باعتبارك ضمن الخط الأمامي، شو رأيك في الشيء اللي تشوفينه دكتورة ويلازمك دائما
خبرينا بس من تجربتك من خبرتك شيء نحن ما نشوفه، وكثير من مواطنينا وأهلنا المقيمين ما يشوفونه، نبي نعرف تجربتك وخبرتك. طويل العمر، أنا بالإضافة إلى عملي كطبيبة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنا أعمل مع فريقي في إعداد خطط التأهب والاستعداد لطوارئ الصحة العمومية. كان دائماً ينتابني هاجس وقلق أن إذا مر على الدولة خطر أو طوارئ كيف بتكون استجابتنا لها؟ سبحان الله، هذا العام مر العالم كله بجائحة كوفيد، وكان يمكن أكثر الدول ما استعدت لها ولا كان حسبت لها حساب. في الوقت اللي مثل ما قلت طويل العمر وتفضلت أن كانت صدمة كبيرة لبعض الدول وبعض الأنظمة الصحية، كانت الجهات جميعها في دولة الإمارات تعمل بتناغم وتناسق لمساندة النظام الصحي، بحيث أن احنا نقدر نعمل بكفاءة ونوصل بالجميع إلى بر الأمان. يمكن دول كثيرة سمعنا انهارت فيها الأنظمة الصحية، رغم أن كنا نشوفها دول كبيرة وأنظمتها قوية. في الوقت اللي احنا كنا مثل ما قلت نعمل بكفاءة وتناغم ونساعد أيضاً ونمد يد العون لغيرنا، 20 أبريل وصلنا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقرير من منظمة الصحة العالمية عن كفاءة الدول في استراتيجية استجابتها لطارئة كوفيد-19. أبشرك طويل العمر أن دولة الإمارات العربية المتحدة خذت أعلى مستوى في إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا والتاسعة عالمياً. يعني هذا الشيء أثلج صدورنا جميعاً، ولولا الاستعداد والتأهب اللي قامت فيه دولتنا من فترة طويلة ما كانت بتكون كفاءتنا بهالطريقة اللي الكل يشهد فيها ولله الحمد. دكتورة، الترتيب اللي وصلناه والمستوى اللي وصلناه والتوفيق اللي نحن فيه رحمة ربي وبركاتكم أنتم. وبركاتكم طويل العمر. تعرفين دائما نحن نؤمن أن هناك ملائكة، وهذه الملائكة دائما نشبهها عليكم أنتم كدكاترة كممرضين اللي تقومون حقيقة بدور يمكن في الأيام العادية كثير منا ما يحس فيه ويشعر، لكن في البلوى اللي ابتلى فيها العالم اليوم حقيقة الجميع شعر، مع أن نحن مشغولين في حياتنا العادية في الأيام العادية، لكن في هذه الأحداث خلتنا حقيقة نقدر الدور اللي تقومون فيه دكتورة أنت واللي معك من زملاء ممرضين ممرضات ستاف إداري وكل الطاقم اللي هي مثل ما نقول الفريق الكامل. أريد أشكرك والله يا دكتورة، وأمانة بلغين الأهل سلامي وتحياتي، وإن شاء الله أن نحن نعدي هاي الأزمة وأنتوا بخير وأهلكم بخير وبلادكم بخير إن شاء الله قريب. شكرا طويل العمر. شكرا. عفو العفو يا دكتور. سعادة الوزير، أنا شاكر لك وشاكر الأخوان اللي معانا كلهم موجودين. لازم بحقك. طبعا الشكر يرجع لقيادة دولة الإمارات والوزير اللي على رأس هاي الوزارة ومدراء المستشفيات ومدراء الدوائر عندنا، وأيضا الدكاترة والممرضين اللي قايمين بهذا الواجب، وهذه النتائج اللي تشرف وترفع الرأس وخلينا اليوم نحن نفتخر حقيقة
سعادة الوزير بالمستوى الموجود عندنا. هذا نتاج استثماركم الله يطول عمرك. الوالد الله يغفر له ويرحمه الشيخ زايد استثمر الكثير في إنسان الإمارات ومقيم الإمارات طويل العمر، وأنتوا أكملتوا الله يطول عمرك أنتوا وإخوانك هذا الاستثمار اللي فعلا طويل العمر بوأنا هذه المكانة. ولولا طويل العمر جهودكم، ونحن نقولها طويل العمر بصراحة، كلامك الله يعزك ويحفظك يعني في القلب محرك أساسي وعلى الرأس الله يطول عمرك. بالإضافة طال عمرك أيضا أن الناس قد ما تعرف أن أنتوا الله يطول عمرك تشتغلون أكثر منا لربما في هذا القطاع، وبعد ذلك تعطونا الكريدت الله يعطيك الصحة والعافية، فهذا أيضا وسام يعني نحن نفخر به. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ودعمكم طويل العمر وتواجدكم الدائم فعلا الناس ما يعرفون طويل العمر مدى الجهد اللي تبذلونه. ففعلا نيابة عن أخواني في هذا القطاع وفي القطاعات الأخرى نحن فعلا نقدم لك الشكر يا طويل العمر، ونعجز أيضا عن تقديم الشكر، لكن هذا اللي نستطيعه واللي نستطيعه فعلا أن دائما ندعو لك بالصحة والعافية والسعادة يا طويل. الله يجزيك خير سعادة الوزير. أنا بختلف وياك في طرح طرحته تراني إذا بتسمح لي. الأول لما الناس تقول لي تراك تشتغل وايد أطالعهم وأقول مثلكم مثلكم، لكن في الفترة هذه وفي الأزمة هذه أنتوا صعب الواحد يتحداكم على راسي يا سعادة الوزير. والشيء الثاني لا يعني العين ما تعلي على الحاجب، أنتوا اليوم قدركم ومكانتكم وموقفكم ومجهودكم وتفانيكم في هذا العمل وهذه الحرب اللي أنتوا دايرينها على راسي. الله يعزك ويحفظك يا طويل العمر. نحن طال عمرك نبقى مقصرين طويل العمر، لأن طال عمرك لربما الآن الفرصة لإخواني في القطاع الصحي أنهم يقدمون جزء إضافي، ولكن طال عمرك ما ننسى أنتوا طال عمرك على مدى كل السنوات الماضية طويل العمر في مرحلة التأسيس، لولا هذا التأسيس طويل العمر، لولا دعمكم في كل السنوات، لولا طويل العمر الخبرات وإخواننا اللي موجودين معنا طويل العمر من كل مكان في العالم ساعدتونا عليهم، لولا تأسيس بنية تحتية متميزة، ولولا طويل العمر اللي راحوا وتعلموا ودعمتوهم وساعدتوهم ووظفتوهم طويل العمر ما كنا وصلنا. فالشكر بعد الله سبحانه وتعالى لكم يا طويل العمر، ويعني إزاكم الله خير أنكم دائما تعطونا طال عمرك الكريدت، وهذا يعني ما في شك عامل مساعد، ولكن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الله يعزك ويطول عمرك. نحن الكوادر اللي موجودة عندنا من المواطنين اليوم الدكتور فاطمة والدكتور علوي يشرفونا، لكن دولة الإمارات محظوظة أيضا بالكوادر الموجودة قدامي اليوم اللي تفانيها لا يقل عن تفاني المواطن الإماراتي اليوم في هذه الجبهة. حفظكم ربي حفظكم ربي. تعرف سعادة الوزير للود ودي يعني أسلم على كل واحد في هذا القطاع وأذكره اسم اسم، لكن رجاء من خلال سلمولي عليهم، سلمولي على صغيرهم وكبيرهم، والصغير قبل الكبير بالنسبة لي لأنهم كلهم بذلوا مجهود الله يجزيهم خير عليهم. الشيء الآخر أمانة سلمولي على الأهل وطمنونهم وتقولوا لهم أخوكم يسلم عليكم ويقول لكم الصبر الصبر، ترى نحن نحزن لنشوف اليوم مكان العبادة بشتى أنواعها الخلق ما تقدر توصل تحزن، وتحزن أيضا أنك تشوف أهلك ومن تحب وأصدقائك وخاصة اللي لهم ظروف معينة محجورين تحزن، لكن بيقوله صبر. نحن بالصبر مثل ما ذكرت الدكتور مساعد أقول له خلونا ناخذ الأمور خطوة بخطوة. أتذكر لما كنا في المجلس وياك سعادة الوزير وقلنا بعض الكلام اللي ذكرناه هذيك الأيام، كانت الرؤية بالنسبة لكثير من الناس مش واضحة،
اليوم نحن في وضع يعطينا رؤية وايد أوضح على التحدي اللي نحن فيه. أنا في اعتقادي العالم ولأول مرة صحيح كل اللي في العالم أقدر أستخدم المصطلح هذا سجن نفسه تطوعا، لكن لأول مرة في الكرة الأرضية كل البشرية تتفق على عدو واحد يتحارب. لهذا السبب اطمئنوا، نحن واصلين إلى مشارف نتائج إيجابية. صحيح من اليوم لذاك اليوم بتكون مرحلة فيها تحدي مثل ذكرت من شوي اللي هو الحجر والحجز، لكن بنخرج منها إن شاء الله. في نهاية الحديث أريد أقول أن أنتوا سعادة الوزير والموظفين اللي عندك شرفتونا ورفعتوا رؤوسنا وخليتونا قدام العالم نفخر ونكون سعداء على كل التحديات اللي مر فيها. مجهود مشكورين أنتوا اليوم حقيقة فخر الإمارات الأبيض، فخر الإمارات الأبيض اللي نحن نفتخر فيه. شكرا مرة ثانية، تحياتي وسلامي، وشكرا على هذه المحاضرة اللي أنا تعلمت منها الكثير. المحنة بالذات خلت الفريق كله يكون إيد واحدة، طلعت لنا معادن الناس. خمسة من أولادي في هذا الفحص الكورونا شغالين، أربعة في القطاع الطبي واحد في القطاع الأمني، ولو عندي زيادة بعد بعطي الدولة، وأنا أفتخر فيهم والله الحافظ. Like all other businesses, we've been severely impacted and disrupted by coronavirus, but rather than stay in bed and rather than stay at home, we wanted to actively support our community as best as we could. أول ما كوفيد كل الأمور تغيرت. أنا كطبيبة أسنان عملي خف، صار للحالات الطارئة فقط. في هالوقت في هاي الأزمة we are needed somewhere else. وجود النزلاء في المؤسسة لم يمنعهم من تحمل المسؤولية المجتمعية، بحيث أنهم أصبحوا رافد يزود خط الدفاع الأول الخارجي بما يقدمونه من منتجات من خلال المشغل والورشة التي تنتج الآلاف من الكمامات والملابس المعدة للتعامل مع حالات المصابة. ليش ما نوفر هاي الأشياء اللي عندنا إياها في خدمة الظرف اللي فيه نحن الحين اللي هو COVID-19؟ النزيل يطلع من العنبر رغبة منه وليس كرها، ويدخل إلى الورشة حباً لإنتاج هذا المنتجين. نحن صحيح موجودين في السجن، لكننا مش بعيدين عن المجتمع، نحن قلوبنا في الوطن. يعني النزيل كان يتوقع نفسه أنه يقضي عقوبة، ما كان يتوقع نفسه أنه راح يقدم شيء للمجتمع. من أكثر من 10 سنوات وأكثر بدأت هيئة الوطنية دار الطوارئ والأزمات والكوارث، اللي كان دورها الأساسي في تجهيز المجتمع بشكل عام والمؤسسات العاملة لأي طارئ ممكن. The reality of the situation is that we're all in this together now. We're just trying to do now is just to use our facility here to support the medical professionals to allow them to do their jobs and to allow them to stay safe. ال 3D printing استعملناها نسوي فريمات عشان نستخدمها كهولدر حق الفيس شيلد الشفاف. في نفس الوقت يتم تعقيمها، إعادة تعقيمها وإعادة استعمالها، ف we will not run short of PPEs. And say that Sheikh Khalifa Hospital is offering chances for people who want to volunteer and go work there. So I volunteered with some of my colleagues to come. I know it is very dangerous for me, but I'm doing something good. From January, we lost our weekend, we lost our sleep, we lost our food timing, our biological system completely changed. هم جنودنا اللي ساعدونا احنا كأطباء نحارب، من غيرهم ما بنقدر نوصل اللي وصلنا له اليوم.
الكادر العامل في هذه المنشآت بشكل عام مهم جدا. واحد من أولوياتنا نهتم بكوادرنا الطبية العاملة، فكل ما نحن خذنا بالنا من هالكادر قدر يعطينا أكثر، لأنه هو الركيزة الأساسية لكل الأعمال اللي نقوم بها. شعور جدا رائع وجميل عند الذهاب إلى منازل أصحاب الهمم لأخذ العينات، بالأخص تبدأ البهجة منذ أن نرى أهاليهم مرحبين ودائما فرحين بالتواصل معهم والوصول إلى مقر إقامتهم أو منزلهم لأخذ العينات. جيت للفحص لين البيت، هذه سهلت أشياء كثيرة. عمار الحين بيسوون لك فحص مال كورونا، بيحطون لك جيني شيء وبعدين خلاص أوكي أنت موافق. أتمنى أن الطارئ هذا قدر يجمعنا مرة ثانية نحن كعنصر إنساني وبشري بشكل عام في مستوى العالم. فهمنا الأدوار والمسؤوليات، فهمنا لأهمية العمل المشترك. مو بسهل علينا أبد أن نحن نبتعد عن هذا الشغل اللي نحن نشتغله ونشتغل شيء ثاني، لكن لما نتذكر أن هذا في خدمة بلادنا هذا يخلينا يعني نشعر بفخر داخلي. قولهم مشكورين، شكراً عشان جيتوا يسوون لي كورونا. شكراً.